للمزيد ينضم إلينا من كاليفورنيا دكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية بالقاهرة الإخبارية. أهلا بك دكتور أشرف، وكذلك أجدد الترحيب بضيفي من القاهرة السيد أشرف أبو الهول، مدير تحرير جريدة الأهرام المصرية. أهلا بكما معنا على شاشة القاهرة الإخبارية. وأبدأ معك يعني دكتور أشرف، استهداف الصحفيين وقتل واغتيال الصحفيين محرم إنسانيا بالفطرة الإنسانية وكذلك وفق معاهدة جنيف الرابعة. برغم ذلك وصل عدد الشهداء من الصحفيين 188 حتى هذه اللحظة، وكأن الاحتلال ينتهك هذه الاتفاقية للمرة 188 على التوالي. كيف تعلق على هذا الأمر؟ وانتهاك دولة الاحتلال يعني للقانون الدولي والقانون الإنساني، فطبعا انتهاك حرية البحث وانتهاك الصحفيين في حريتهم وجمع معلوماتهم، دائما لما تبقى في دولة احتلال فيها الإجرام الذي حصل في فلسطين وفي لبنان، بالتأكيد هو نتنياهو الآن سيحاول يمنع أي صوت أو صورة لنقل ما يحدث على الأرض. وبعدين بدأ يهاجم كمان الأونروا فيما يعني وثقته بأن 70% من الشهداء اللي زادوا عن 44,000 70% منهم من النساء والأطفال، يعني دي جريمة حرب متكاملة الأركان. طبعا الاعتداء على الصحفيين دي جريمة بشعة، ولكن دولة الاحتلال ليس هناك من يوقفها، ليس هناك من يوقف نتنياهو، وكل ما يتصرف فيه هو تصرف اليائس البائس، لأن الحرب نفسها يعني منذ بدايتها لم يكن لها هدف. الدليل على ذلك أنه هو بيكمل في حرب بلا هدف، إن الوثائق أو تسجيل محاضر الحرب إذا كان عند دولة الاحتلال محاضر تكتب يوميا للعمليات العسكرية أو للمناقشة مع الأجهزة الأمنية، فهو يعني حاول أن يخفيها أو يغيرها. وليه؟ لأنه هو مش عايز ما يثبت لأنه ارتكب جرائم حرب ضد الأبرياء من أهل فلسطين ولبنان. نعم.